اضطرت إلى بيع سيارتها لسبب عجيب. كشفت عن تفاصيل محرجة في حياتها، أطلعت الجماهير على أدق التفاصيل الخاصة، كيف استقبل الجمهور تصريحات الفنانة الشهيرة. إنها الفنانة السورية شكران مرتجي التي خرجت على جمهورها بتصريحات خطيرة وأحدثت حالة جدل ليس في الوسط الفني فقط ولكن في الشارع السوري. فما قصتها؟ شكران قالت إنها اضطرت لبيع سيارتها لأنها لم تستطع تغطية تكاليف البنزين. حكت خلال لقائها في إحدى الفضائيات عن كواليس ما جرى معها خلال السنة الماضية. شكران قالت: بعت سيارتي لأنني لم أستطع دفع ثمن البنزين، كانت تحتاج لبنزين كثير وكنت أصرف عليها كثيرا، واشتريت سيارة أستطيع الصرف عليها. حزنت عندما بعت سيارتي، الأسعار مرتفعة للغاية، أنا لا أستطع إلا شراء المستعمل، لكن الآن أنا سعيدة بسيارتي الجديدة. شكراً مرتجي قالت أيضاً إنها اعتادت أن تعيش حسب مقدراتها، ولم تشتري سيارة إلا عندما تأكدت إنها تستطيع دفع ثمن البنزين. الفنانة التي تخرجت عام 1993 اشترت أول سيارة لها بعد 5 سنوات وكانت تستطيع دفع ثمن البنزين لها. ليس هذا فحسب، بل اعترفت أنها لا تشتري حقيبة سعرها غالي، إذ هناك شيء يشبهها أو تقليد لا يوجد مشكلة، المهم أن ترتدي قطعة جميلة. النجومية لا تفرق معها، فهي ترى أن النجمة تكون نجمة بعملها ليس بمقتنياتها أو ذهبها. تطرقت الفنانة إلى حياتها الشخصية وقالت إنها تعيش الآن قصة حب، إلا أنها رفضت تماماً الحديث عن هوية حبيبها وأن العلاقة غير قابلة للارتباط رسمياً. كما اعترفت أن علاقة الحب التي تعيشها هذه الأيام كان لها دورها الكبير في دعمها طوال الفترة الماضية. شكراً أدلت بسر توقفها عن المشاركة في الجزء 9 من المسلسل السوري المعروف باب الحارة، وأنها رفضت المشاركة في الجزء 7 بدعوى أن الناس بدأت تمل، واتفقت مع تعليق عباس نوري بأن مسلسل باب الحارة أصبح مثل ساندويتش الفلافل الشعبية، ولكنها رفضت التشبيه ذاته. مرتجي من مواليد مدينة الطائف في السعودية، ثم انتقلت إلى دمشق وعاشت مع عائلتها في منطقة الزبداني. حصلت على الهوية السورية بعام 2012 ولم تغادر بلادها خلال الأحداث. في مرحلة الدراسة الثانوية اشتركت في نشاط التمثيل بمسرح المدرسة، وكان أول وقوف لها على المسرح من خلال مسرحية فرعون لا يشبه الفراعنة في عام 1903. استطاعت من خلال أعمالها أن تحقق نجاحات كبيرة وتصبح واحدة من أبرز النجمات السوريات في جيلها رغم المواقف المثيرة للجدل. في وقت قصير صنعت شكراً نجومية لا بأس بها في عالم الفن من خلال أدوارها المتنوعة ما بين الدراما والسينما وأحياناً المسرح. ويبقى السؤال مطروحاً، إلى مدى ستؤثر تصريحات الفنانة عليها خلال الفترة المقبلة؟